هذا هو عزيز شلال الشامي، ضابط برتبة عميد ومدير استخبارات مكافحة الإرهاب في محافظة ذي قار، قدم دمه في سبيل الصلح بين عشائر قضاء الإصلاح. الشامي عميد حقوقي من محافظة ذي قار، عمل في مناصب أمنية عدة، فهو من بين أبرز ضباط الداخلية لمكافحة الإرهاب سابقة، وأحد أعضاء الخلية الأمنية لمكافحة الفساد المالي والإداري عن المحافظة. تقلد مناصب عدة كان آخرها مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار. العميد شارك على رأس قوة أمنية في فض نزاع مسلح عنيف في قضاء الإصلاح الذي لم ينل من اسمه نصيب بين عشيرتي آل عمر وآل الرمير. على إثر خلاف عمره أكثر من عام يثيرونه كل بضعة أشهر، أصابته رصاصات الاشتباك التي أفقدته حياته، ولتعلن الداخلية بعد ساعات إلقاءها القبض على طرفي النزاع متوعدة بإنزال أشد العقاب بهم. عرف العميد بين أبناء مدينته بتضحياته وعمله الدؤوب، إلا أن مكافحة الإرهاب خسرته نتيجة انفلات السلاح وسطوة العشائر.